الإسهال الدموي أسبابه وعلاجه. عندما تذهب إلى المرحاض فإنك تتوقع أن ترى برازا بني اللون، ولكن إن كنت تعاني إسهالا ورأيت أن لونه أحمر فقد تتساءل لماذا وماذا يجب أن تفعل. تتضمن الأعراض الشائعة للإسهال براز لين 3 مرات أو أكثر في اليوم، تشنجات في البطن وألم في المعدة، تعب ودوار ناجم عن فقد السوائل، حمى. وقد يساعد لون الإسهال على تحديد أسباب التغيرات الطارئة على البراز. ما هي أسباب الإسهال الأحمر أو الدموي؟ ينجم الإسهال غالبا عن عوامل متعددة مسببة للمرض مثل الفيروسات أو البكتيريا، وتعد الإصابة بنوروفيروس أكثر أسباب الإسهال شيوعا عند البالغين. يسبب استخدام المضادات الحيوية الإسهال أيضا، لأن المضادات تثبط البكتيريا الموجودة بالأمعاء. وتوجد عدة أسباب للإسهال أحمر اللون وبعضها أخطر من سواه. الروتافيروس. الإسهال الأحمر هو أحد أشيع أعراض الإصابة بالروتافيروس، وتسمى الإصابة أحيانا مغص أو إنفلونزا المعدة. وتعد الإصابة بالفيروس أكثر أسباب الإسهال شيوعا عند الرضع والأطفال تحت عمر الـ5 سنوات. تشبه أعراض الإصابة بروتافيروس الأعراض المعيارية للإسهال، وتتضمن الحمى، التقيؤ، ألم البطني، وإسهال مائي بين 3 إلى 7 أيام. النزف الهضمي. في بعض الحالات قد يظهر نزيف الجهاز الهضمي في البراز، وتوجد عدة حالات ربما تسبب النزف الهضمي، منها الإمساك، الرتج، البواسير، أمراض الأمعاء الالتهابية، الإنتانات المعوية، وقرحات المعدة. يظهر نزف الجهاز الهضمي بلون داكن يكاد يكون أسود، ويكون الدم من الشرج لونه أحمر فاتح نموذجي. الإنتان بالإشريكية القولونية. تسبب هذه البكتيريا عدة أعراض للإسهال، ومنها البراز الدموي. قد تصاب بعدوى الإشريكية القولونية بسبب تناول لحم البقر غير المطبوخ جيدا، وشرب الحليب الخام، أو تناول طعام ملوث. تظهر الأعراض نموذجيا بعد عدة أيام من الإصابة بالعدوى. الشقوق الشرجية. قد يسبب الالتهاب تمزقات في الجلد المحيط بالشرج التي تسبب نزفا قليلا في البراز، وعادة ما يؤدي هذا إلى احمرار أقل في ماء المرحاض مقارنة بالأسباب الأخرى للإسهال الدموي. ومن مسببات هذه الشقوق التغوط المفرط والاتصال الجنسي الشرجي. البوليبات السرطانية. في بعض الحالات يسبب فرط الحركة المعوية تهيج القولون ما يسمى البوليب، الذي قد يكون علامة لسرطان القولون والمستقيم، وغالبا يكون النزف داخلي وغير مرئي. قد يهيج الإسهال هذه البوليبات ويسبب دما في البراز. تسبب عدة أدوية نزف هضمي أو تثبط البكتيريا المعوية، مما يؤدي إلى النزف أو الإنتان وربما حدوث إسهال دموي. عوامل الخطورة. تشمل عوامل الخطورة العامة للإسهال سوء النظافة وعدم غسل اليدين بالصابون، السكري وأمراض الأمعاء الالتهابية، تناول كميات كبيرة من اللحم والألياف، شرب ماء ملوث. تعتمد عوامل خطورة الإسهال الدموي على السبب النوعي. متى تتم مراجعة الطبيب؟ ليس الإسهال أحمر اللون خطيرا دائما، لكن ربما يشير إلى مشكلة خطيرة، خصوصا إذا كان الاحمرار سببه الدم. يجب عليك استشارة طبيبك فورا إذا كان لديك إسهال لونه أحمر من الأعراض الإضافية التالية: تعب، دوار، متاعب بالهضم، صعوبة التنفس، تشوش، إغماء، حمى أعلى من 38 درجة مئوية، ألم معدي شديد، وتقيؤ دم أو أجزاء سوداء. قد يشير الإسهال أحمر اللون إلى وجود الدم في البراز، وللتحقق من ذلك يطلب الطبيب اختبار الدم الخفي في البراز. يكشف هذا الاختبار وجود الدم بكميات مجهرية في البراز. قد يؤدي فقدان الدم الزائد مع الوقت إلى المضاعفات التالية، منها نقص الحديد والقصور الكلوي، فقر الدم، والتجفف. إذا كان لديك أعراض الإصابة بالروتافيروس
سيأخذ الطبيب عينة براز ويرسلها للفحص لكشف مستجدات الفيروس، وربما تفحص عينة البراز بحثا عن الإشريكية القولونية، يكشف وجود سموم تنتجها هذه البكتيريا حال الاشتباه بالنزف الهضمي. سيراجع الطبيب أعراضك ويستخدم فحوصا متنوعة لتحديد السبب الدقيق للنزف. قد يفحص الطبيب نسيج الشرج والمستقيم لكشف وجود أي تمزقات. العلاج يعتمد العلاج على سبب احمرار الإسهال، وعادة لا يحتاج الأشخاص الذين يتمتعون بجهاز مناعي سليم إلى أي معالجة نوعية لعلاج الروتافيروس أو الإشريكية القولونية. تستمر أعراض الإصابة بالروتافيروس بضعة أيام وتختفي أعراض الإصابة بالإشريكية القولونية خلال أسبوع. من المهم الحفاظ على الإماهة وهي الرطوبة عند الإصابة بالإسهال بشرب الكثير من الماء والسوائل الأخرى. يمكن علاج إصابتك بالإسهال منزليا باستخدام الأدوية المتاحة دون وصفة طبية مثل اللوبيراميد، لكن استشر طبيبك أولا. أحيانا ينصح الطبيب بعدم استخدام الأدوية المضادة للإسهال المعيارية لأنها ليست فعالة ضد الإشريكية القولونية. قد يؤدي الإسهال الناجم عن روتافيروس أو الإشريكية القولونية إلى التجفاف الذي يتطلب الاستشفاء. وربما يوصي الطبيب بإعطاء السوائل الوريدية لتعويض خسارة السوائل. إذا كان السبب هو الشقوق الشرجية، ربما تستطيع معالجتها بتناول طعام غني بالألياف مثل الحبوب الكاملة والخضروات، ويساعد الحفاظ على الإماهة بشرب الماء المنتظم والتمرين على منع حدوث التمزقات الشرجية. إذا استمرت الأعراض، يوصي الطبيب باستخدام النيتروغليسيرين موضعيا أو الكريمات المخدرة الموضعية مثل الليدوكاين. إذا اشتبه الطبيب بالنزف الهضمي، سيسأل عن الأعراض وربما يطلب إجراء فحوص. في خلاصة القول، قد يشير الإسهال الأحمر إلى مشكلة خطيرة مثل النزف الهضمي أو مشكلة أقل خطورة مثل شرب الكثير من مشروبات حمراء اللون، وقد يتفاوت الاحمرار قليلا. عليك الاتصال بالطبيب إذا كان لديك إسهال أحمر لا يتحسن، حمى، وشك في الإصابة بالجفاف. يستطيع طبيبك المساعدة في إيجاد العلاج الأمثل لأعراضك.